مقدمه يعني روحيه، وبعد كل المقدمه الروحيه دي هنتكلم بقى على موضوع كيمياء المحبه. اول حاجه زي ما حضرتك عارفين ان الله محبه، ورب في كونسس الاولى 13 عدد 13 معلمنا بولس الرسول اتكلم على الثلاث فضائل العظمى، الرجاء والمحبة والإيمان. قال هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. طبعا في أنواع كثيرة من المحبة، لكن احنا نتكلم على أربع أنواع من المحبة متاخدة من الجريك أوريجين. أول كلمة اللي هي إيروس. إيروس دي هي الحب الجسدي أو الحب الشهواني، الحب اللي بياخد بس. زي مثلا انا لما اقول ايه، انا بحب التفاح، بحب التفاح بمعنى ايه، انا عايز اكله بستمتع بيه، فدي نوع من ده بيسميه ايروس. ايروس واللي جت منها كلمه ايراتيك اللي هو بيستخدموها احيانا كتير في البورنوجرافي وكده، لان ده نوع من انواع المحبه الشهوانيه. النوع الثاني من المحبه بيسموه فيليا. فيليا اللي هو الحب المتبادل، زي حب بين الأصدقاء، ده ياخد ويدي. يعني بس هنا الحب ده مشروط، أنا عشان أحبك لازم تكون بتحبني، لو أنت ما حبتنيش خلاص أنا مش حبك، فده بيسموه فيه. النوع الثالث من المحبة بيسموه ستورج. ستورج ده اللي هو رابطة الدم، تلاقي مثلا إيه أول ما تشوف واحد بعدين تكتشف ده إن هو يبقى ابن ابن عمك مش عارف إيه، تلاقي نفسك كده حسيت إن في كونكشن بينك ما بينه. الكونكشن ده بيسموه رابطة الدم. ستورج وتلاقي مثلا الواحد يحب ولاد عمه ويحب ولاد خاله ويحب مش عارف قرايبه، وحتى مثلا يقول لك ان الدم ما بيبقاش ميه. ربنا حط فينا رابطه الدم، لان ربنا بالنسبه له الفاميلي بوند دي مهمه جدا، فحط فينا الحب العائلي ده رابطه الدم عشان يربطنا ببعض، تبقى محبتنا قويه لبعض. اخر نوع من انواع المحبه اللي هي اغابي. أغابي ده مش معناها أكل، احنا بنقول عندنا أغابي بهناك، بس أغابي مش معناها كده. أغابي ده أسمى أنواع المحبة، أكشلي لما تيجي تقرأ في الكتاب المقدس مثلا كورنثوس الأولى 13 الكلمة اللي هي ترجمة محبة هي الأغابي. الأغابي ليها أربع شروط علشان تبقى الأغابي معناها الحقيقي. أول حاجة إنها محبة غير مشروطة. محبة غير، يقول لك المسيح أحبنا ونحن بعض خطاة. فهي محبة غير مشروطة. غير الفيليا، الفيليا دي مشروطة. تاني حاجة في الأغابي إنها محبة باذلة، هكذا أحب الله العالم حتى بذل. يعني الإيروس ياخد بس، الفيليا تاخد وتدي، إنما الأغابي يدي ومش منتظر ياخد. تالت حاجة إنها محبة شاملة، إنكلوزيف، لا تعتمد على جنس ولا لون ولا دين ولا أي حاجة. محبة للكل. وآخر حاجة إنها محبة إرادية. يعني إيه محبة إرادية؟ يعني تبتدي في العقل ما تبتديش في القلب، يعني قرار بتعمله مش مشاعر بتشعر بيها. أقصد إيه؟ أقصد لما ربنا قال لي حب عدوك، طب عدوي ده اللي بهدلني وشتمني وأساء إلي إزاي أحبه؟ هل تكون في مشاعر محبة جوه قلب تجاه عدوي؟ استحالة، صعب جدا. لكن أقدر أخد قرار بعقلي، إن جاء عدوك فأطعمه وإن عطش فاسقيه، أقدر أعمل معاه أعمال محبة. فلو ابتديت أعمل معاه أعمال محبة وابتديت أنفذ ده بعقلي، بعد شوية لما بجاهد في الحتة دي المحبة بتتنقل من العقل للقلب، ويبتدي القلب تنمو فيه مشاعر الحب. في فيلم على يعني كريشن موفي على الفاميلي اسمه فاير بروف، لو ما اتفرجتش عليه يعني ياريت تتفرجوا عليه، وموجود على يوتيوب. يعني دخلت على يوتيوب وكتبت فاير بروف هتلاقي الفيلم ده موجود. الفيلم ده مبني على فكرة ان الحب يبتدي في العقل ما يبتديش في القلب. اللي بيشرح ان اتنين وصل بينهم مشاكل لدرجة ان هما بيفكروا سيريسلي ان هما يتطلقوا، ومشاكل كبيرة جدا يعني. فابو الزوج يعني ادانه نصيحة، قال لي انا عايزك كل يوم تعمل عمل محبة مع زوجتك. تعمل ايه عمل محبة؟ قال له مش قادر. قال له بس جرب، وراح اداله كتاب، اكشن كتاب ده موجود اسمه Love Dear.
لافلي ده الكتاب بيدي له افكار كل يوم يعمل عمل معها. فمثلا في اليوم الاولاني مثلا عمل لها عشاء ومش عارف جاب لها ورد وكده، وليه في يوم هي دخلت بصت سابت كل ده ودخلت على اوضتها. تاني يوم مش عارف جاب لها هديه مسكت الهديه ورميتها في الزباله. تالت يوم مش عارف عملها ايه وهكذا. جه بعد 10 ايام راح لابوها اللي مش طايق مش قادر اكمل. قال له معلش هتخسر ايه؟ محاكي مش هتقفل. كمل ال 40 يوم وبعد ال 40 يوم عايز طلقها ما طلقها. فابتدى يغصب على نفسه ويكمل. الموفي بيبين لك ان بعد فتره ابتدى فعلا هو يحبها. يعني هو ده الاغابي، انك تبتدي بقرار في العقل وبعد كده ربنا لما بيشوف جهاد الانسان وامانته بتتحول من العقل للقلب. المهم في الاخر الحته اللطيفه ان هي بقى لما بتبدا تستجيب لاعمال المحبه دي وعرفت قصه الكتاب وعرفت ال 40 يوم فبتساله سؤال بتقول له انت في اليوم الكام؟ فتفتكر ايه؟ كان هو في اليوم الكام؟ كان 47 48. ده يبين لك ان الانسان اللي اتعود يقدم اعمال محبه مش هيوقف، خلاص هيكمل. دي الاغاني، الحب الارادي. الحب الارادي يبتدي في العقل. الفكره الجروب ده عم بينزل سلسله افلام مسيحيه عن الاسره. ففاير بروف ده عن الاسره، في فيلم تاني على تربيه الابناء خصوصا الاولاد يعني اسمه كوريجس. مجموعه الافلام دي مجموعه رائعه جدا جدا يعني، انا انصح كلكم تشوفوها. كوريجس فاير بروف وكل السيريز بتاعتهم يعني. فيبقى الاغابي ليه اربع اسباب. اربع شروط. اول حاجه محبه غير مشروطه. تاني حاجه محبه باذله. تالت حاجه محبه اراديه. رابع حاجه محبه شامله للكل. والمحبه بتظهر في الاعمال مش في المشاعر. مش كده مثلا تيجي تقرا في نص سوره 13 تلاقي كلها اعمال. ان المحبه لا تحسد، المحبه لا تتفاخر، المحبه لا تطلب لنفسها. كل ده اعمال. نيجي بقى علشان الوقت خلينا ايه نموف لحته بقى يعني ايه كيمستري اوف لاف. كتير نسمع على كلمه الكيمياء. هل فعلا الكيمياء لها علاقه بالحب ولا لا؟ لقوا ان في مادتين ليها علاقه بمشاعر الحب. الماده الاولى بيسموها فينايل إيثايلامين PEA. الماده دي بيسموها ماده السعاده المؤقته. ماده السعاده المؤقته. الماده دي لقوها انها الجسم بيفرزها لما يجي يحصل انجذاب. ده احيانا بيسموه الحب من اول نظره. ان مثلا واحد يشوف واحده يعجب بيها او هي تشوف واحد تعجب بيه، فتلاقي كده في مشاعر سعادة جوه الإنسان من أول مرة. تلاقيه بقى ممكن حتى المشاعر دي تلاقي الواحد ممكن مثلا وشه يحمر، قلبه يبتدي يدق، يتلخبط في الكلام. في مشاعر. المشاعر دي كلها اللي هي بتظهر في حاجات عضوية، لقوا إن في مادة بتفرزها في الجسم اسمه PEA فينايلثايلامين. والسبستنس دي بتفرز في البرين، ولكن لقوا إن السبستنس دي بتزيد تزيد 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 وتروح بعد كده تنزل فيري شارب، يعني تفضل ترتفع وتنزل تاني. ولو بالذات انها بتنزل فيري فيري شارب بعد ما الواحد بينال الشهوه بتاعته او بيتمم الشهوه بتاعته. ودي بتفسر لنا القصه اللي نقراها في العهد القديم على امنون ابن داوود لما حب اخته ثمار وفضل بيحبها، بس المحبه دي او المشاعر اللذه اللي هو شعر بيها دي نتيجه الفينايل إيثايلامين لغايه لما وصل اللي هو عايزه واخده. بعد كده يقول لك الكتاب المقدس يقول لك ان الكراهيه اللي كرهها بيها كان اكتر بكتير من المحبه اللي احبها بيها، لان الماده دي اختفت فما شعرش باللذه، فاللذه راحت وعلشان كده حصل كراهيه كبيره جدا. فيبقى الماده دي هي اللي بتفسر ان الواحد بيبقى اتراكتد، بيبقى منجذب لحد تاني يقول لك من اول نظره.
الماده دي عارفين لقوا ان زي ما سميك واحد ياخد دراجز، الدراجز دي بتخلي الانسان يبقى في سيرتن ليفل كده من السعاده المؤقته، وبعدين بيجي ينزل نسبه الدراج في جسم الانسان، فيبتدي هو عايز ياخد دراج تاني ليه؟ عشان يرجع للذه اللي هو شعر بيها، وده اللي بيخلي الواحد يبقى ادكشن. ده بيخلي نفس الفكره موجوده في العلاقات. الواحد مثلا بينظر لواحده او واحده بتعجب بواحد، والاعجاب ده بيثير لذه معينه، ولان الانسان عايز يختبر اللذه دي مره تاني ومره ثالثه ومره رابعه، ده اللي بيخليه يبتدي يحاول يقابل الشخص ده مره تاني ومره ثالثه ومره رابعه. فاقدر اقول ان ده مش حب، نقدر نسمي ده سيمي ادكشن كيس، ده نوع من انواع الادمان. هو مش بيحب الاخر، هو بيحب مشاعر اللذه اللي بتتحرك عنده لما بيشوف الاخر بس. فلان الاخر ده بيخليه يشعر بلذه معينه، من اجل هذا هو عايز يشوف الثاني او يتكلم معاه او يقضي وقت معاه علشان يوصل لمشاعر اللذه دي اللي هو بيشعر بيها. فنقدر نقول ان الشاب او البنت ده بيبقى تحت تاثير الماده دي، فهو مش بيحب الاخر انما بيحب المشاعر، مشاعر اللذة اللي هو بيشعر بيها. لقوا عشان كده بيسموه، ما يقولوش ان الانسان ده بيحب، يسموه في حالة حب. يعني this one is in a state of love is more precise than one loves. لان الحب بمعناه اللي هو المضحي البازل غير المحدود غير المشروط، ما بيبقاش موجود هنا، لكن الواحد بيبقى ايه بيدور على اللذة. لقوا في مادة بقى تانية اسمها اندورفين. المادة دي بيسموها permanent happiness substance، مادة السعادة الدائمة. يبقى في ال PEA فينالفيلامين دي مادة سعادة مؤقتة، والاندورفين دي مادة سعادة دائمة. لقوا ان الاندورفين مش بيطلع زي البي اي، البي اي انا شرحته لكم يطلع بسرعه كده وينزل بسرعه، يطلع بسرعه وينزل بسرعه. انما الاندورفين ده يطلع جرادوالي سنه بسنه، يطلع بناء على الخبرات الجينوين ما بين الشخصين. فده مش مبني على انجذاب للجسد او للشكل، انما الاندورفين بيفرز لما بيبقى مبني على انجذاب للشخصية. لما نشوف مثلا الانسان اللي قصاده ده انسان نبيل في معاملاته، انسان جنتل، انسان لطيف، انسان كايند، انسان شهم، فالواحد بينجذب للشخصية دي. هذا الانجذاب للشخصية بيفرز الاندورفين، والاندورفين بيبتدي بيزيد جرادولي اوفر ذا ييرز. وهنا ان الانسان لما بيبتدي بيلاحظ الصفات الجميلة في الشخص الآخر، فده انجذاب للشخصية للصفات. فهنا أقدر أقول إن الحب ده اختياري، وده free will، يعني بيبقى بإرادة الإنسان، مبني على إن العقل بيلاحظ والقلب بيوافق. فالعقل بيشوف وبيقيم، ولأنه بيقيم وبيقول آه دي صفات نبيلة وصفات فاضلة وصفات جيدة، فالعقل بيلاحظ والقلب بيوافق. فلما يحصل الاثنين دول تبتدي الاندورفين يفرز في الانسان. فهنا زي ما بشرح انه بيبقى ديبلي روتد، السعادة دي ديبلي روتد وما بتختفيش، بتزيد مع الوقت على طول. يعني الاندورفين ما بيحصلوش دروب زي البي. لو احنا فهمنا العاملين دولت او المادتين دولت، ده شرح لنا كتير بقى من اربع انواع من الزواج. النوع الاول من الزواج، وهو طبعا النوع البيست الايديال من الزواج، اللي بنسميه في محبه قبل وبعد الزواج. ليه بقى؟ الاول حصل الانجذاب، فلما حصل الانجذاب حصل افراز للبي اي، فالانسان شعر بالسعاده وباللذه.
وبعد كده بعد الانجذاب ده ابتدى يتعامل مع الشخصيه الاخرى، فوجد ان الشخصيه الاخرى دي شخصيه فيها صفات جميله يقدر الانسان كده يتعامل معاها وينجذب ويشعر بالراحه ويشعر بالطمانينه. فيفضل كده، خليك تتخيلوا الكيرف بيطلع البي اي، ولما بيبتدي ينزل البي اي بيكون الاندورفين اوريدي زاد، فيبقى الكيرف اكشلي المحبه موجوده والسعاده موجوده باستمرار، وده بيبقى قبل وبعد الجواز. فيبقى هم قبل الجواز زي انجوي التمبرري سبستانس، وبعد الجواز زي انجوي البيرمننت هابينس بيكوز من الترو لاف الموجود بينهم والانتمسي الموجوده نتيجه التوافق ما بين الشخصيات. النوع الثاني اللي هو بنسميه لاف افتر ماريج اونلي، وده حالا اللي هم اولادنا يسموه التراديشنال ماريج الجواز التقليدي. اي نعم هو مش البيست بس ده نوع برضه كويس، وده اغلب يعني جدودنا اتجوزوا بالطريقه دي. يعني مثلا كان يجي يدور على يقول لك عايزين ندور على واحده من عيله، فهم يقولوا نسال عليه من ابن ناس وابن عيله ومتربي ولا لا. فهو هنا بيدور على ايه؟ بيدور على الكاركتر، بيدور على الشخصيه. ربما ما حصلش الانجذاب اللي هو الجسدي ده اللي هو ممكن بيحصل لما الشباب مثلا بيتقابلوا في الجامعه ويتعرفوا على بعض كنيسه او في المؤتمرات الى اخره، لكن لان هو بيدور على شخصيه كويسه فعلشان كده فعلا الحب بيستمر. اي نعم هم ما قدروش ان هم يتمتعوا بالبي اي اي زي الجروب الاولاني، لكن بيتمتعوا بالاندورفين وبيعيشوا حياتهم حياه سعيده. ومثلا نشوف يعني جدودنا اللي اتجوزوا بالزواج التقليدي حتى في امريكا او في مصر نلاقيهم نسبه الطلاق فيها قليله جدا جدا جدا، لان كان بيدور على عائله فاضله. زي الجواز التقليدي ده يفكرني، او النوع الثاني ده يفكرني بمين؟ بجواز اسحاق. يعني اسحاق ما شافش رفقه، ده ابراهيم بعد العذر الدمشقي وقال له اختار لي واحده من الاسره. وهناك العذر الدمشقي لما حط علامه لربنا حط علامه عجيبه قوي، قال له يا رب البنت اللي انا هقول لها انا عايز اشرب فتقول لي اشرب وهسقي جمالك يبقى هي. طب ايه معنى العلامه دي؟ هو بيدور على ايه العذر الدمشقي؟ بيدور على الكرم، بيدور على ان ابراهيم ده راجل كان كريم بتاع اضافه الغرباء، فهو بيدور على كرم. فعلشان كده لو اسحاق اتجوز واحده بخيله هتبقى مشكله، اسحاق ده برضه انسان كريم زي ابوه. وبيدور على واحده عندها روح الخدمه، واحده عندها روح الشهامه، فبيدور على فضاء الموجوده. عشان كده اسحاق ما شافش رفقه غير يوم الجواز، ولما جابوها له عاشوا وعاشوا حياه سعيده مع بعض. النقطه دي مهمه، لان كتير من ولادنا بيرفضوا الزواج التقليدي، وبالرغم من ان احنا هنا يعني احنا عندنا في امريكا وسمعت برضه في كندا في مشكله في الزواج، في كتير من الولاد وكتير من البنات الممتازين واصلوا لسن معين مش لاقيين حد، لان هم بيحلموا بالزواج اللي هو الاولاني ده، ان هم يقابلوا حد وينبسطوا ببعض ويعجبوا ببعض، وبعد ما يستمتعوا بالبي اي اي يبتدوا يخشوا بقى في الزواج ويستمتعوا بالاندورفين وكده. بس لو ده مش موجود الزواج التقليدي مش وحش، الزواج التقليدي ممكن يكون ناجح لو الانسان بيدور على الشخص المناسب، او زي ما الكتاب بيقول امراه فاضله من يجدها فان ثمنها يفوق الليالي. نيجي بقى للنوع الثالث، وده اكشلي ذا موست كومن تايب امونج اور تشيلدرن رايت ناو. النوع الثالث ده اللي هو الحب قبل الزواج فقط، ده نتيجة ايه؟ ان الواحد عقله ده بيحطه في اجازة وبيبني القرار على القلب، شوف واحدة يعجب بيها ولا يشوف واحد تعجب بيه، كل الأبز بتقول ان هما مش مناسبين لبعض، ويفضل ابونا والاب في البيت والام والقرايب يتكلموا يبني ما دي ما تنفعكش ما ينفعش فكر تاني انا بحبك أو أنا بحبه، ويتجوزوا. وبعد الحب الشديد ده يحصل إيه؟ هما بيحبوا بعض بناء على إيه؟ على البي إي إي، فهيستمتعوا بالبي إي إي،
بعد ما يجوا يتجوزوا اتفقنا بيه ده بيختفي، وبعدين يجوا يكتشفوا بقى بالحقيقه بتاعت الشخصيه اللي قصاده، مش شخصيه مثلا عصبيه، شخصيه متسلطه، شخصيه بخيله، شخصيه كذابه، وات ايفر، فيصدم بقى بالحقيقه. فلما يصدم بالحقيقه مفيش اندورف، مفيش حاجه بقى بتفضل، فيحس بقى ان مفيش سعاده خالص، ومن هنا يبتدي الجواء، المشاكل، الطلاق، يقول انا عايز اتطلق، مش عايز اكمل، مش قادر اكمل في الجواز. جواز ده يفكرني بجواز شمشون. شمشون لما تيجي تقرا في سفر القضاء، تعرف شمشون الكتاب كتب على ثلاث يعني ثلاث اخطاء في حياته، الجواز بتاعه ده كان خطا، وبعدين الزانيه بتاعت غزه ده واحده ثانيه، ودليله دي اخر واحده. يعني في ثلاثه في حياه شمشون على الاقل كتاب ذكرهم، وربما يكون في اخرين بس دول اللي تذكر. فانا بتكلم على اول واحده هي بتاع تمنة. شمشون شاف البنت بتاع تمنة دي واعجب بيها، اعجب بيها اعجاب اللي هو بتاع البي اي ده، اعجاب الجسدي، وراح لابوه وامه قال خدوها ليا زوجه لانها حسنت في عيني. حسنت في عيني لما تقروها بالانجليزي يقول لك because she pleases me well، يبقى هو هنا بيدور على لذه جسديه. فالاب والام قالوا له يا ابني هو مفيش واحده من بنات جنسك تقدر تتجوزها بدل ما تتجوز من الفلسطينيين الغرف؟ الغرف يعني غير مختونين، والختان يرمز لايه؟ يرمز للمعموديه. فانا لو عايز اشيل الجمله دي يبقى بدل ما تاخد واحده مش متعمده، بدل ما تاخد واحده مش من دينك، ما تاخد واحده من بني جنسك، من ديانتك، عشان يكون في كده ماتش حتى بينكم وبين بعض. شمشون عمل ثلاث اخطاء في جوازه. الخطا الاولاني ان بنى جوازه على مشاعر القلب، شي بليزز مي ويل، ما حكمش عقله. تاني خطا ان اتجوز واحده بره دينه. الحقيقه خطا ثالث ان الجواز بتاعه ان هو ما سمعش النصيحه بتاعت الاب والام. ودول ثلاث اخطاء كتير من ولادنا بيقعوا فيهم لغايه النهارده. هو بنى جوازه على الانجذاب الجسدي. ايه اللي حصل؟ في راحت ضحكت عليه وعرفت منه اجابات الاسئله او الفوازير اللي قالها لاصدقائه، وراحت قالتها لاصدقائه. شمشون لما عرف ان ده حصل صعب عليه، فاتقمص وراح سايبها وماشي. طيب هنا بقى لو هي من اسره كويسه كان المفروض ابوها او امها يقولوا لها يا بنتي انت غلطتي، روحي اعتذري لجوزك صالحي. احنا عارفين لما بتقرا في قصه شمشون في سفر القضاء ابوها عمل لها ايه؟ قال لها وزع اتقمص ولا يهم، انا هجوزك هيز بيست فريند. وفعلا راح الاب مجوز البنت دي للبيست مان، يعني البيست فريند اللي كان في فرح شمشون. وشمشون مش عارف. وتاني اتجوزت، ما ده يبين لك ان ايه؟ مفيش اخلاق في الاسره دي. راح شمشون بعد فتره قعد منتظر ان مراته ترجع له، ما رجعتلوش. فزي ما تقول حن لمراته، فقال اخد يعني جدي واروح واصالحها. فراح عشان يصالحها، ابوه قال له لا، دي مراتك اتجوزت. اتجوزت؟ قال له اتجوزت. طب اعمل ايه؟ شوفوا بقى الاخلاق، الكلام ده هو في سفر القضاء. فقال ما تزعلش، اختها احسن منها، اتجوزها. فلو كان شمشون سال على الاسره، لو كان شمشون سال على الاسره كويس، ما كانش يقع الوقع دي. انما شمشون بنى القرار على قلبه، مشاعره، كان عقله زي ما بقول لكم في اجازه. علشان كده وقع في الجوازه الغلط دي. وده نوع ثالث بنشوفه كتير، ان تلاقوا حد يتجوز وبعد كم شهر بيفكر في الطلاق. ليه؟ لانه فكر بقلبه مش بعقله. وكتير نقول للولاد قبل الجواز فكروا بعقلكم، بعد الجواز فكروا بقلبكم. هما بيعملوا العكس، قبل الجواز يفكروا بقلبهم، بعد الجواز يبتدي يفكر في عقله ويقول لك ايه المقلب اللي خدته ده؟ لا، هو كنت تفكر من زمان بالعقل. هو ما فكرش خالص. فده النوع الثالث. النوع بقى الرابع ده أسوأ أنواع من الجواز، اللي هو لا فيه حب قبل الجواز ولا بعد الجواز. تقولوا ما يتجوزوا ليه؟
ده جواز مصلحة. يعني مثلا واحد في مصر عايز يجي أمريكا فيقول واحد لا هو منجذب ليها جسديا ولا في نفس الوقت هي مثلا من أسرة ولا سنة فضيلة ولا أي حاجة، بس هو من أجل الورق يتجوز ويتجوز، وبعد كده طبعا لا يعيش لا في حب قبل الجواز ولا حب بعد الجواز، تبقى مشاكل في الآخر بينتهوا بالطلاق. وبرضه بنشوف جواز المصلحة، واحدة مثلا بتجري ورا الغنى تروح متجوزة واحد أكبر منها بخمسين سنة تقول عشان أورثه. طبعا لا في بي اي ولا في اندورفين هنا، لكن ده النوع الرابع اللي مفيش لا محبة لا أب ولا بعد. يبقى إذا فعلا في كيمستري وفعلا في مواد بتفرز في جسمنا نتيجة الإنجذاب، علشان كده المفروض نشرح لأولادنا ونعلمهم إن أحسن نوعين من الزواج هما الأولاني والتاني، وفي نفس الوقت إن الإنسان يدور على الأسر ويدور على الأصل ويدور على العيلة عشان فعلا نضمن إن يكون في زواج ناجح. برضو لقوا في تعبير كتير أحيانا نستخدمه في موضوع الحب ده، يقولك فلان فيل إن لاف. يعني إيه تفول إن لاف؟ فول إن لاف بيلاقوا إن الإنسان بيمشي من مرحلة الإندبندنس إن هو الاستقلالية لمرحلة بتسميها مرحلة الإنتردبندنس اللي هي مشاركة، عشان كده يسموه شريك الحياة. فبعد ما أنا كنت عايش لوحدي مستقل بنفسي ككيان مستقل، بحس إن أنا محتاج حد تاني في حياتي بيشاركني حياتي، ومن هنا إحنا الاثنين بنعتمد على بعض. ده بسميه interdependence، أنا بعتمد عليه وهو بيعتمد عليه. أحياناً الناس الانتردبندنس ده المرحلة الهيلثي في التعامل بين الزوجين. أحياناً طرف من الطرفين يمشي لما بعد الانتردبندنس يوصل للديبندنس، إن هو بيحس إن لو الآخر ده اختفى من حياتي أنا ماليش وجود، وبيبقى اعتماد كامل وكلي على الشخص الآخر، ودي مرحلة غير هيلثي. يبقى أنا عايز أقول إن قبل الجواز مفروض يبقى الإنسان independent، في الجواز السليم الهيلثي بنسميه interdependence. أحياناً البعض بيتطرفوا في الاعتماد على الآخر ويوصلوا إلى dependency. dependency دي unhealthy زي ما هشرحها، لأني I will not be able to function without the other، مش هقدر أعمل أي شيء في حياتي بدون وجود الآخر في حياتي، فدي complete dependence. لقوا إن علشان الإنسان يموف from الاندبندنس للانتردبندنس، الموف ده بيمر في ثلاث مراحل. ثلاث مراحل دي اللي احنا بنسميها المحبة. ايه الثلاث مراحل دولت؟ انا بس عايزكم تتخيلوا ان انا كاتب خط كده، الخط ده بيبتدي بالاندبندنس ده اللي هو قبل الزواج، في الوسط ده الهيلث اللي هو انتردبندنس، في تطرف تاني اللي هو لما الناس بيبقوا اوبسست ببعض وبيبقى في اعتماديه كامله على الاخر. فعلشان الانسان يتحرك من الاندبند